في كل مكان. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نهار جديد. ربنا يا رب يجعل نهار حضراتكم نهار سعيد مليء بالفرحه والسرور والامل. تفتكروا بقى النهارده في اجمل من كده فرحه؟ في اجمل من كده نور ممكن تحتفل به البشريه؟ مولد افضل واشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بنبينا الكريم اللي كان فعلا رحمة لكل الكائنات. تخيلوا مش بس للإنسان، تخيلوا إنه لو كانت البشرية ما شافتش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان إيه اللي هيحصل لنا؟ كان حياتنا هتبقى شكلها عاملة إزاي؟ تعلمنا منه الكتير والكتير. وأفضل حاجة ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها إنه طبعا نزل لنا الوحي والقرآن الكريم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وكمان السنة النبوية. هنحتفل وهنستمتع ونتعطر بالسيرة الجميلة الذكية مع نبينا، صلوا عليه وسلموا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. صباح الفل يا دينا، متهيألي مفيش أجمل من كده صباح النهاردة في احتفالنا بالنبي الكريم. أجمل يعني صباح عليك وعلى مشاهدينا الكرام. صباح الخير عليك يا إسراء. صباح الفل يا حبيبتي. صباح النور على حضراتكم، صباح السعادة والهنا والسرور على مصر والمصريين وناسها الطيبين الجدعان في كل مكان من الفلاحين والمزارعين، جيش مصر الأخضر. صباحكم دايما مليان بالخير، والخير يعني مفيش أجمل من مولده زي اليومين دول من سنين كتير. الحقيقة كان ظلام الكون مليء، وكان في خمر وميسر وبنات بتتوقد بعد الولادة، كان في أشكال وألوان من العذاب، كان في أصنام، كان في أسياد بتعذب في عبيد، ولكن بمجرد مولده جاء نور وهدى للبشرية، جاء رحمة ومبعوث رحمة لطبعا يعني البشرية أجمعين. عشان كده محتاجين نحن نحتفل به احتفال خاص، مش أي احتفال، لأنه جه وهو حامل هم هذه الأمة برغم أنه شاف على أيديها عذاب كتير وعمره ما دعا عليها. قد إيه كان مصمم أنه يوصل رسالته، وانه يعني قد ايه وصل امانته، والحقيقه انه تعب كتير جدا عشان هذه الامانه توصل، وكان بيحمل مش بس هم امته اللي موجوده انما كمان حتى اللي ما شافهاش. طول الوقت كان بيعلمنا الكثير من القيم والاخلاقيات، مش بس العبادات، ازاي افشل السلام بينكم، ازاي الصغير يحترم الكبير والكبير يحن على الصغير، كل التفاصيل اللي متخيلينها في حياتنا كلها من الهدي النبوي من السيرة النبوية، كل الأخلاقيات وكل يعني زي ما دايما بنقول إنه العبادة إذا كانت يعني 10% ف80% معاملات. عشان كده دايما نقول إن يا جماعة بنصلي ونصوم ونحج جميل، لكن الأهم كمان المعاملة، وده اللي بنقتدي فيه برسولنا الكريم. إزاي ممكن يبقى دايما بنحترم بعض، إزاي بنكن البعض كل الاحترام ونبقى في رحمة ما بيننا، ده كله علمهن نبي الأمة وكان خاتم المرسلين. محتاجين النهاردة نحتفل بيه احتفال خاص، احتفال بإن احنا نعلم كل الأجيال اللي طالعة اللي يمكن مش زينا اتزرع جواها تفاصيل كثيرة جدا عن السيرة النبوية. احتفالنا بالمولد النبوي مش هيبقى حلوة بس، إنما محتاجين نقعد مع ولادنا في البيت ونحكي لهم سيرته وملامح عن سيرته، وإزاي كان أب وزوج وقائد وطبيب ومعلم، كل حاجة كان بيعملها وكان بيقوم بكل الأدوار يعني كما ينبغي أن يقال. صحيح، والواحد بصراحة من كتر الحب يعني أنا ساعات ما بكون بحب حاجة قوي ما بعرفش أتكلم عنها. فمن يوم الأربعاء أنا ودينا وإحنا مختارين الموضوع ده وإحنا نتكلم عنه، فالواحد بصراحة مش عارف يقول إيه ولا إيه. يوم الأربعاء اللي فات كلمت مع حضراتكم على إن هو الحتة الحلوة قوي اللي أنا بحبها اللي هي إن هو أمنا وسندنا يوم القيامة، يوم المشهد العظيم والأمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله الكريم. فالحتة دي تخلي قلبك يخشع يجري ويدوب في عشق النبي عليه الصلاة والسلام. من أجمل الحاجات برضو اللي لما قريت عنها حبيتها قوي المعاملات، إنه مجلس النبي الكريم كان مجلس تحس إنه هو ليه هيبة ووقار. مجلسه كان مجلس علم بيوقر فيه الكبير وبيرحم فيه الصغير وبيؤمن فيه الغريب وكمان بيقضى حوائج المحتاج. الرسول عليه الصلاة والسلام تنزه عن 3 صفات، ومن أهمهم أنه لا يتدخل فيما لا يعنيه، لا يختاب أحد، لا يتكلم عن أحد، وكمان كان بيضحك للي بيضحكوا ليه الصحابة وبيتعجب مما بيتعجبوا منه، بيشاركهم كل ملامح الحياة.
كان بيحلب الشاه، كان بيخيط ثوبه، كان في خدمة أهل بيته، كان رحيم، كان دايما بيسأل على جاره، كان بيعلمنا نعمة لو كلنا يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها، هتلاقوا إن في زيادة في الرزق، في الرزق مش بس المال على فكرة، ولكن في السكينة، في الراحة، في الطمأنينة، في حاجات كتير قوي قوي، وهي نعمة الشكر والحمد. ربنا سبحانه وتعالى أنعم على النبي الكريم بأن هو دايما كان شاكر لربه وحامد لربه على كل النعم. فبالتالي احنا لازم نركز جدا جدا على كل الصفات والخصال اللي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام نصحنا بيها ووصانا عليها، ولكن ركزوا جدا جدا على انك تكون دايما عبد شكور عشان ربنا يبارك لك في النعم. ومتهيألي اجمل حاجه في الدنيا دينا ان احنا نحمد ربنا ونشكره كمان على وجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا، وان هو الهادي، هادي الامه الاسلاميه. ده حقيقي. وقبل ما نطلع الاغنيه يعني هنختم معاكم الانترو بكلمه مهمه جدا للشيخ احمد الطيب، وهو بيقول عن ان عوده الهدى المحمدي ضروره لانقاذ العالم من اوضاع غير انسانيه، وقد ايه فعلا انه بيمثل الكمال الانساني في ارفع درجاته زي ما قال عنه برنارد شو. قد ايه حتى كل العلماء الغربيين وكل المجتمع الاوروبي بيتكلم عن سيدنا رسولنا الكريم اشرف الخلق اجمعين بكلام طيب ازاي بعد كل هذه السنين والسنين. تعالوا نسمع اغنيه ونرجع من تاني نكمل معاكم نهار جديد.